منكمل صبايا طبختنا خلصت مثل ما قلنا منحط الكبة بالنهاية شوفي شلون ناعمة وهلأ رح نسكبها البرغل مثل ما قلنا طلعت السقوب ونشفت نزلنا المعلقة بشكل شاقولي بهالطريقة ما علق شي عليها منحط معلقة سمن عربي ومنتركها 10 دقايق بس وبعدين رح نسكبها نشوف شلون رح يهرهر البرغل بالشعيرية شوفي هاللمعة ما أحلاها ما بده شيء البرغل بالشعيرية زينه غير البهار الحلبي نزلت مقاديره دايما البرغل حلو رطب غير مدردر في فرق الخبيرات رح تفهموا علي ما طيب مدردر البرغل هو والمجدرة مجدرت البرغل مجدرت الرز طيبة مدردرة بس البرغل طيبة رطبة والبرغل نفس الشيء خلصنا ما ننسى البهار الحلبي هذا هو تقدري انت تزيني مكسرات مثل ما بدك رح نسكب هاللبنية شوفي اللحمة هلا رح نشوفها شلون مستوية وقاعدة الاستواء الكامل والكبة نفس الشيء ما رح تفنش معك وقت بتكوني بتحضريها بشكل جيد ما تخلي الكبة تغلي مع اللبن في منهم بيحطوا الرز وقت اللبن ما في مانع بس الرز طلع لفوق ما بقى ينزل لتحت هذا دليل عملية استوائه ودخول النشا وتجانس نشا الرز مع اللبن لأنه نشا الرز رح يفيد اللبن بالسماكة انت الدسم تقدري تلعبي فيه مثل ما قلنا السمن العربي بيدوب بسرعة بهالطريقة تقدري رح يدوب شوفي شلون عم بيدوب ورح يعطي لمعة وطعم ولا أروع من هيك جنب الكبة اللبنية بصل هلا رح نسكبه هذا اللي. بصل بتقدري تحطي مقبلات من جروب مطبخ دلال حناوي للمبتدئات خطوة بخطوة وأهلا وسهلا فيكي صبية بس بدي أفرجيكي اللحمة والكبة شلون قوامها مشان نعرف وندرب العين على رؤية الكبة الناجحة وهي اللحمة وأهلا وسهلا فيكي صبية